بس زي ما بقول لك كده شويه، شايف ان ده ريفرنس كويس. زي بيقول لك هنا تعمل تو دايمنشن اري، فقال لك اول حاجه ان انا اعمل تو دايمنشن اري عن طريق ان انا اقول لك اعمل بوينتر واحد واضرب البوينتر ده يا شباب في ايه؟ في عدد الصفوف في عدد الاعمده يعني. فاهم قصدي؟ يعني تعالى كده نكتب هاو تو امبلمنتيشن. يعني لا يا اخي حاجة بوينتر تو بوينتر. طيب دي بتاع الطرق يا شباب اللي احنا ممكن نعمل بيها تو دايمنشن اري بالملوك. طبعا احنا عايزين بس ننبه ان انه الملوك يا شباب هي الداتا اللي بتاعتها بتروح فين؟ في حد يا شباب خلي بالكو فاتح المايك واخد راحته شوية فانا خايف منه، صح كده؟ الملوك بتروح فين يا شباب؟ ليه يا باشمهندس؟ ليه؟ طيب فازاي اعمل بقى دايناميك ميموري الوكيشن يعني للتو دايمنشن اري؟ قال لك اول حاجه ان انت تستخدم بوينتر واحد عن طريق ان انت هتقول له انا هعمل عدد الصفوف 3 وعدد الاعمده 3 4، فانت هتاكسس بقى البوينتر ده عن طريق ايه؟ تقول له ان مالوك ارس في كولوم، وتقول انه بي تي ار بقى سعادتك هنا. يبقى البي تي ار هنا يا شباب هو عباره عن اندكس من 0 لغاية اندكس من ايه؟ من روف كولوم، صح كده؟ صح كده ولا لا يا شباب؟ كده بس كده انا كده عملت تو دايمنشن اري. اه تاني طريقة ان انت تعمل تو دايمنشن اري ان انت تعمل ده كده الرو ستاتيك، صح كده يا شباب؟ والكولومز دايناميك، صح كده يا شباب؟ طيب فدي بوينتر تو اري، دي الطريقه الثانيه او الاري اري اوف بوينتر. ودي عباره عن ان انت هتعمل ايه يا شباب؟ الاي ار اوف ار، ودي اي ار اوف اي، لما تيجي تاكسسها تاكسسها كده اي ار دي يا شباب هنا اي وهنا جي وهنا جي، صح ولا لا؟ بس كده. طبعا انتوا يعني مسترخمين عشان احنا كنا بقى ساعات بنعمل معاها ايه كده، صح؟ صح كده يا شباب. وبعد كده نلاقي انه ده مثلا ممكن اخش لاستراكت، والاستراكت ده راح اعمل له دوت فلاقي ان هو عباره عن بوينتر وهكذا، صح ولا لا؟ بس اللي هي الاري دي لو اري عاديه هتبقى كده، لو اري في استراكت يا شباب هتبقى كده بنفس الكونسبت يعني، صح؟ طب لو انا لقيت انه اللي جوه ده بوينتر، اللي جوه الاستراكت ده بوينتر، خلاص هيبقى اهو دوت مثلا. لو ده انا كده لقيته فاربل عادي، صح؟ لو انا عايز اجيب فاليو البوينتر دي هيبقى ساعتها هنا استك بي تي ار. فاهم قصدي؟
وهكذا يعني يا شباب. يعني الموضوع والله بسيط، بس انت بس ايه تمشيها واحدة واحدة. باشمهندس، هو هنا الجوستاتيك والكولوم دايناميك اول واحده يبقى نفس الكلام ولا اول واحده؟ هنا اول واحده. هنا هنا اصلا يعتبر ولا فيش ولا رو ولا كولوم اصلا، ده احنا واهمين نفسنا ان في رو وكولوم. طب الفاليوز تحت بعض يعني؟ ايه؟ الفاليوز ازاي تحت يعني؟ بعض، هي كده كده في الميموريز تحت بعض، بس انا بكلمك على الاكسسه، مش هينفع تاكسسها برو كولومز، فاهم قصدي؟ هي كده كده في كل الاحوال الميموريز تحت بعض، بس في تمام. فرق في البرزنتيشن بتاع ان انا اكسسها برو كولومز وان انا اكسسها باندكس برو بس، فاهم؟ يعني كل مرة هيبقى الاندكس زيرو الاولاني. اندكس 0 او اندكس 1 او اندكس 2 او اندكس 3 لغايه ما يبقى مثلا لغايه اندكس 12، فاهم؟ تمام. لكن ما ينفعش هنا تعمل كده بي تي ار مثلا اندكس 0 0 مثلا، ما تعرفش تعمل كده لان ده 1 1 1 داي، يعني هو 1 دايمنشن حولناه 2 دايمنشن. تمام. وصلت؟ طيب اخر حاجه بقى هي البوينتر تو بوينتر اللي هو انت استريك استريك، وده هيبقى 2 دايمنشن اري، الرو دايناميك والكولوم ايه يا شباب؟ والكولوم دايناميك. طب باشمهندس، هو في يعني لما اقول انت استريك استريك اي ار، يبقى احنا دلوقتي عندنا بوينتر بيشاور على ريف، بوينتر بيشاور على الحاجه يعني. صح بالظبط كده، بوينتر بيشاور على اري بوينتر، وكل اري من البوينتر دي جواها بوينتر بيشاور على الحاجه. والاريف بوينتر الاولاني ده اللي هيبقى الرو، والتاني ده هيبقى الكولوم، صح؟ يس. وبنستخدم كور، معلش قول تاني كده يا سرور، قول تاني اللي انت قلته. الانت استريك استريك اي ار، تمام؟ لو قلنا ان هو دلوقتي ده بيشاور على الرو، يبقى انا دلوقتي عندي اري بيشاور على روز، وكل من الرو هيطلع بوينتر يشاور على الكولوم. يس. تمام. وبنستخدم كورد يا شباب اسمها فري، علشان تمسح من ايه؟ من الميموري دايناميك بتاعتي. حلو؟ طيب عايزين برضك بالمره بوينتر تو اري. طب بالمره هو انا ليه بلوب بقى؟ طيب ليه بعمل لوب؟ عشان بقى بخزن المعلومات فبعمل لوب يعني على حاجه ولا ايه؟ وانا ينفع اخزن معلومات في الاري من غير ما اعمل اصل انا بعمل allocation دلوقتي مش بخزن. فين هنا؟ ما انا عايز انا امسك. بعمل allocation. طيب ماشي، مش انت قلت، مش انت لسه قايل بعض من لسانك دلوقتي من شويه ان هي عباره عن بوينتر بيشاور على اري، كل اري فيها هي عباره عن بوينتر، صح؟ تمام. طب مش انا عشان اعرف اعمل initialization لكل بوينتر من ده لازم الوب عليه؟ عشان اخش جواه يعني، عشان لوب عليه. تمام. فاخش الوب على ده واخليه يعمل ميموري الوكيشن هو كمان، واخش الوب على ده واخليه هو يعمل كمان ميموري الوكيشن ويشاور عليه. تمام وصلت؟ تمام ماشي. ماشي. طيب اخر حاجه يا شباب، البوينتر تو اري والاري اوف بوينتر. البوينتر تو اري يا شباب ده السنتكس بتاعه، صح كده؟ والبوينتر اري اوف بوينتر واحدة من استخدامات البوينتر تو فانكشن ايه يا شباب؟ حد يعرف؟ باك فانكشن. يعني ايه برضه كول باك فانكشن؟ لما بنيجي لما الكود بيتقسم لموديولز وكده، بيبقى فيه مثلا عايز اهندل ايفنت، تمام، والفانكشن دي موجودة في لاير انا ما ينفعش اكسس، فبنحتاج البوينتر ده عشان اروح
فانكشن دي واعمل لها كول يعني. واحدة من أهم أفكار الفانكشن يا شباب، البوينتر تو فانكشن، إن أنا عايز أبعت الفانكشن يا شباب أرجمنت الفانكشن تانية. أبعت الفانكشن يا شباب أرجمنت لفانكشن تانية، فالرابر دي يا شباب تعمل كل الفانكشن عن طريق إن هي جالها إيه؟ أرجمنت. طب أنا عايز أسأل سؤال بقى، الرابر دي كده مش الرابر دي تقدر تعمل لأي نوع، أي يعني هتعمل لفانكشن، يعني تعرف تعمل كول لفانكشن 1 وفانكشن 2 صح ولا لأ؟ هاي يا شباب، فهمت ولا ايه؟ دي موجودة في أماكن بعيدة عن الرابر يعني، فمش هتعرف تشوفها ولا؟ يس، دي فكرة ويعني بتبقى موجودة في فايل تاني، والفايل التاني ده الرابر، الفايل التاني ده ما ينفعش يعني ايه يبقى فيه، يعني بيبقى فيه أكتر من فايل، حلو، فايلين مثلا، كل فايل من التاني في فايل ما ينفعش يروح يكلم التاني أصلا، وما ينفعش ياخد منه حاجات، وما ينفعش يبقى جواه كود بيعتمد على الأولاني. فأنا ببقى عايز أعمل كده يا شباب، هعمل جلوبال بوينتر، هعمل جلوبال فانكشن تو بوينتر، أو بوينتر تو فانكشن، جلوبال فاريبل اسمه بوينتر تو فانكشن، والجلوبال فاريبل ده يا شباب ممكن يبقى موجود في فايل تاني، وانا ابتدي اخلي فانكشن تعمل له كول، او ان انا ابتدي اعمل زي اي بي اي كده اسمها رابر، وادي الفانكشن البوينتر ده يا شباب تو فانكشن للرابر كده. الرابر ده يا شباب من جوه لو عمل كل الفانكشن دي على حسب انا اعمل لها كل بايه بقى، لو عمل لها كل بفانكشن 1 كده هتطلع ان هي يا شباب فانكشن 1، الرابر دي لو مدي لها فانكشن 2 هتعمل كل فانكشن 2. فاهمين قصدي؟ واحده من اهم مزايا البوينتر تو فانكشن انه ابتدي اعرف ابعت البوينتر كارجمنت يا شباب. صح كده يا شباب؟ لان احنا اخدنا كل حاجه تتبعت ارجمنت ما عدا الفانكشن، صح ولا لا؟ تمام، باشمهندس. طيب كلام على ايه بقى؟ احنا كده لو في حد عنده اي حاجه يقول. الناس ابتدت تليف اصلا، خلينا نقفل. باشمهندس بس سؤال سريع،